من القاهرة ينضم إلينا أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. يعني في البداية، تحليلك وقراءتك للتطورات. مساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين. بكل تاكيد ما حرص على مدار 10 ايام او 11 يوم من الماضيه في جنوب لبنان وفي منطقه الضاحيه في جنوب لبنان، اعتقد انه رغبه من قبل نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل لنقل الحرب المفتوحه في غزه الى مرحله جديده باتجاه لبنان، وفي مرحله ايضا اتباع سياسه الهروب للامام وعدم اطلاق الملفات الخاصه بامكانيه التحقق مع تفاصيل المشهد السياسي بشان امكانيه التوصل الى هدنه في قطاع غزه. هو اراد نتنياهو ان يشعل وتيرة وغزوه الصراع أملا في أن يكون هناك بالفعل مرحلة جديدة بعد أن ينتهي من جنوب لبنان لإحداث مجابهة أو مواجهة مع الجانب الإيراني. وأعتقد نتنياهو تحين الفرصة استغلالا لحالة السيولة السياسية ومناخات الانتخابات الأمريكية في ظل إدارة ضعيفة موجودة في البيت الأبيض حاليا تستعد لتودع البيت الأبيض خلال عدة شهور مع 20 من شهر يناير القادم، بمحاولة لإمكانية أن يكون هناك تعاطي إسرائيل مع تفاصيل برنامج النووي الإيراني ومنع وأيضا حجب إيران من التوصل إلى تصنيع القنبلة الذرية أو على الأقل وصول التخصيب لونارهم إلى 90%. وأعتقد أن هذا الأمر مخطط له من قبل نتنياهو، وهو فعل وكسر كل قواعد الاشتباك وأيضا خطوط الحمر مع حزب الله أملا في دعوة إيران أن يكون هناك ملاقاة أو مواجهة في قادم الأيام، وهناك تصعيد من قبل المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية في إسرائيل لأحداث نوع من الحرب الشاملة، وهذا ما حذرت منه مصر وعدد من الدول العربية، لأن ترى مثل هذه الممارسات وهذا التصعيد العسكري من شأن أن يؤدي إلى تصعيد في حرب إقليمية شاملة ستؤدي إلى أن يكون هناك بالفعل خلق بؤر توتر وتفجير صراعات في الإقليم، وستعطل أي جهود دبلوماسية تصب في خانة عودة الأمن والاستقرار في الإقليم. هناك مخاوف عديدة كثير من الدول. أستاذ أشرف، صحيفة الأهرام أشارت إلى جهود مصر الدائمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فكيف يمكن للقاهرة أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة على الأرض في هذه الظروف الدقيقة؟ أعتقد هناك تحرك على مسارين. التحرك الأول تبذله مصر بالقيادة المصرية منذ 11 شهرا حتى الآن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكان الوسيط المصري مع الوسيط القطري والوسيط الأمريكي عقدوا جولات مطولة في القاهرة والدوحة وأيضا في باريس 1 وباريس 2 وفي روما. ثم أيضا هناك كثير من الجهود تبذل حاليا من قبل الدبلوماسية الرئاسية المصرية مع الجانب الامريكي ومع الجانب الفرنسي لامكانيه ان يكون هناك كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومه اللبنانيه نجيب ميقاتي ليله امس ان القاهره ستكثف اتصالاتها وجهودها من اجل اطفاء الحريق في جنوب لبنان ومن اجل تنفيذ القرار 1701 وان يكون هناك وقف فوري لاطلاق النار من قبل اسرائيل باتجاه المدنيين اللبنانيين، خاصه ان عمليات القتل غالبيتها من المدنيين اللبنانيين، وان القاهره مستمره في المساعي السياسيه والدبلوماسيه على اكثر من صعيد. ووزير الخارجيه المصري بالامس لديه كثير من التصريحات والمواقف في الامم المتحده اعلن فيها ان القاهره تمارس كثير من الحضور والاتصالات المكثفه مع الجانب الامريكي في محاوله لاطفاء نيران في حرب غزه، اولا باعتبار ان هذا الامر لو تحقق سينعكس بشكل ايجابي على كل مسارات التصعيد الاسرائيلي سواء فيما يتعلق بجنوب لبنان او حتى الضربات المتبادله من قبل ما يعرف بمحاور او اذرع ايران في الاقليم، وان القاهره راغبه في توفير كافه الضوابط التي من شانها أن يؤدي هذا الأمر إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أولاً ثم ينسحب في الحال وفي التو على جنوب لبنان، وأن القاهرة تطالب المجتمع الدولي الذي ظل صامتاً على عدم محاسبة إسرائيل في عمليات القتل والإبادة الوحشية في قطاع غزة ثم انتقلت في العشرة الأيام الماضية إلى جنوب لبنان. هناك جهود سياسية ودبلوماسية وفي المقابل أيضاً دعم وإسناد للمستعدات الصحية والإنسانية والدعم الإغاثي، وأن هناك بالفعل أستاذ أشرف، يعني بعد تصريحات يعني وردت في الصحف المصرية وخاصة في صحيفة الجمهورية التي أشارت إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، كيف يمكن أن يؤثر التصعيد الحالي على يعني الحادث الحاصل في لبنان على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل يعني موقع مصر الاستراتيجي ودورها القيادي في المنطقة؟ أعتقد أن هذا منذ اللحظة الأولى لدينا مواقف مصرية على لسان الرئيس المصري مرارا وتكرارا طيلة 11 شهر الماضية من التحذير بكثير من الصرامة والقوة السياسية والأمنية أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة سينعكس سلبا على تطورات الأوضاع في الإقليم وسيؤثر على الأمن القومي الإقليمي في المقام الأول.
القومي العربي. كل تأكيد هذا الأمر مرفوض تماما، وترى فيه أنه يؤثر سلبا على مقترات الأمن القومي العربي. ومن هذا المنطلق ما زالت القاهرة تمارس ضغوطها وتوجه رسائل تحذيرية لإسرائيل، ولا تنسى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أسوأ حالتها منذ 11 شهرا، والقاهرة تمارس كثير من الضغوط على المجتمع الدولي ليحاسب إسرائيل ويلجم الممارسات من قبل نتنياهو، وأن كل ما طرحه نتنياهو من مقاربات خاصة بقطاع غزة ومر فلديه مرفوضة من قبل الجانب المصري، وأن القاهرة ترفض هذا الأمر وترى أن هذا الأمر مرفوض تماما ولا يمكن أي حال من الأحوال أن تقبله في هذا الشأن.